ادخل مخدعك واقفل على نفسك وخد من ابوك اللي انت عاوزه. عاوز حب تلاقي، عاوز امان تلاقي، عاوز طبطبة تلاقي، عاوز تعزية تلاقي، عاوز سلام تلاقي، عاوز تلاقي نفسك هتلاقي، عاوز اكل وشرب هيجي لك تحت رجلك، ده ارخص حاجة. ابوكم يعلم ما تحتاجون اليه قبل ان تسألوه. اذا ما يتهيألكش ان ربنا مش حاسك، يمكن البشر كلهم مش حاسين، يمكن اقرب الناس مش حاسين، بس ربنا لأ.